يعد معرض شارقة الجولي للكتاب من أبرز المعارض التي يقام فيها حفلات توقيع الكتب وإطلاق أجمل الإصدارات المتنوعة المغذية للعقل والروح. يعتبر كتاب الناجون من أحد الكتب التي تكلمت عن قصص الأبطال الذين حاربوا مرض السرطان. يحمل الكتاب في محتواه مشاعر كثيرة. الهدف من كتاب الناجون إيصال رسالة للمجتمع كافة بأن مرض السرطان نستطيع أن نتغلب عليه. الكتاب يحتوي 15 قصة من القصص الملهمة التي واجهت الكثير من التحديات، سواء كانت تحديات على صعيد مرض السرطان أو تحديات اجتماعية، وكيف استطاعت أبطال هذه القصص التغلب على هذه التحديات وعادوا إلى حياة بكل إرادة وقوة وإيجابية. أنا شخصيا سعيدة جدا لأنني مع فريق العمل في جمعية أصدقاء مرضى السرطان كنا في سنوات سابقة نحلم بأن نطلق مثل هذا الكتاب الذي يتضمن قصص المرضى لنوصل رسالة مجتمعية هادفة. فاليوم بالنسبة لي مثل أمل كبير تحقق، وإن شاء الله ما يكون هذا الكتاب الأخير، هذا هو الكتاب الأول، ولكن نأمل إن شاء الله أن تكون هناك كتب كثيرة قادمة بإذن الله بأقلام الناجين. يقدم الكتاب فرصة للقارئ لفتح باب الأمل لفكرة التخلص من مرض السرطان. هذه أول نسخة وأول إصدار لنا ككتاب الناجون، نزلت لنا في معرض الكتاب بهذا اليوم. صعوبات اللي هي أن ما كنت أعرف أصيغ الكلام باللغة العربية الفصحى، لازم أصيغ الكلام باللغة العربية الفصحى، يعني شوية نحن لهجتنا اللهجة طاغية علينا، فهذا الشيء كان صعب بالنسبة لي، بس الحمد لله تغلبنا على هذا الشيء. ها أكبر حاجز كان ما قدرت أتغلب عليه في أثناء الكتابة. في مضمون كل قصة عبرة نستفيد منها جميعا ونهايات سعيدة تتوج بانتصار. التجربة في الكتابة كانت مؤثرة لي بصراحة، بس في مواقف أثرت فيها، وهي لما حصل لي لما وأنا بكتب عن مقاومتي على السرطان وكده، فبعدين كانت حاجة صعبة لي اللي أنا أكتبها، بس قلت الحمد لله اللي أنا رحت من كل دوت، تعافيت من كل دوت. جاء هذا الكتاب بدعم من جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وتوج معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العمل بحفل توقيع يدعم جميع فئات المجتمع للمضي قدما نحو الثقافة. مشاركة متميزة من طبعا دور النشر والكتاب وكذلك يعني الجمعيات المتواجدة في دولة الإمارات، جميعها تحرص على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب لنقل هذه الأجواء الثقافية ونقل هذه الصورة الثقافية والحضارية، وكذلك يعني بث الرسائل الإيجابية وأيضا التفاؤل في طبعا جميع محبي القراءة والكتابة وجميع الفئات العمرية ولطبعا جميع المتواجدين في معرض الشارقة الدولي للكتاب. مشاهدينا تغطية بالتأكيد مستمرة في معرض الشارقة الدولي للكتاب في أجواء ثقافية، أجواء يعني جميلة ومميزة نشهدها معاكم في هذا المعرض في معرض الشارقة الدولي للكتاب. نرى اليوم هناك ازدحام ثقافي في المعرض، نرى اليوم هناك إقبال كبير ومتميز في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وبالتأكيد زميلنا وديع راح يعرفنا أكثر على الأجواء الجميلة والمميزة وأجواء ثقافية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، والكلمة لك زميلي وديع.
شكرا لك زميلي محمد. نعم مشاهدين الكرام، ما زلنا نتجول بهذه الأروقة الثقافية من معرض الشارقة الدولي للكتاب. هناك العديد من الناشرين والكتاب المشاركين في هذه الدورة الاستثنائية. نعم إنها عاصمة الثقافة، نعم إنه معرض الشارقة الدولي للكتاب. ومن هنا مشاهدين الكرام يسعدني أني أرحب بسعيد إبراهيم إمام مدير دار البشير للثقافة والعلوم. يحياك الله معنا. حياك يا أخي، أهلا وسهلا. في البداية لو نتعرف عن رأيك وانطباعك عن معرض الشارقة الدولي للكتاب. والله إحنا كل سنة حريصين إن إحنا نكون مشاركين في معرض الشارقة للكتاب، لأن بنحس إن هو بنيجي الجمهور بيعرف قيمة الكتاب، وإحنا مش غربة عن الشارقة ولا الشارقة غريبة عننا، يعني بنكون حريصين دائما بالتواجد والمشاركة في معرض الشارقة أو معرض أبو ظبي أو أي معرض يقام في دولة الإمارات. جميل، ما هي أبرز الإصدارات المشاركين فيها أنتم من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب؟ والله إحنا عندنا السنة دي إصدارات عديدة مشاركين بيها، أكثر من 75 إصدار جديد، إصدارات عام 2021، في تخصصات مختلفة سواء في التاريخ، في الأدب، في العلوم، في اللغة العربية، في الثقافة العامة، كمان في قسم الروايات عندنا بعض الروايات الجديدة اللي بتكون مثلا تحترم عقلية القارئ العربي وتحاول تقدم له فكرة كويسة وليس أي لغط وحشو في الروايات بشكل عام يعني، ولكن بيكون لها هدف و يعني نحاول نقدم رأي أو فكرة أو معلومة يستفيد بها القارئ. شكرا لك على مشاركتك معنا في هذه النقلة المباشرة. متشكر لحضرتكم وشرفتونا، أهلا وسهلا. نعم مشاهدين الكرام، أيضا هذه كانت نقلة من نقلاتنا في هذه الأجواء الثقافية من معرض الشارقة الدولي للكتاب. لك الكلمة زميلي محمد. شكرا لك يا وديع، يعطيك العافية على هذه النقلة المتميزة وكذلك نقلاتك المتميزة في معرض الشارقة الدولي للكتاب. مشاهدينا الكرام، كما ذكرنا لكم في بداية الحلقة أن هناك مشاركات متميزة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ودائما ما نرى يعني تسابق دور النشر للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب. اليوم معنا مروان عدوان مدير دار ممدوح للنشر والتوزيع. حياك الله يا أستاذ مروان. أهلا وسهلا بك. يا مرحبا وسهلا. يعني اليوم في هذا العرس الثقافي في إمارة الشارقة وهذه التظاهرة الثقافية بالتأكيد هي ليست المشاركة الأولى لكم في معرض الشارقة الدولي للكتاب، انطباعكم عن المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب خاصة في دورته الأربعين؟ بالنسبة لنا معرض الشارقة هو من المعارض الأهم اللي مشارك فيها بالمنطقة، نحن دائمين المشاركة فيه تقريبا من وقت نشأة الدار من حوالي 13 عام ما شاء الله. وبالنسبة لنا المشاركة هي دائما فيها تحضيرات كثير كبيرة، مجمل إصداراتنا الحديثة بنطلعها على معرض الشارقة خصوصا هلا بالدورة الجديدة بعد الظروف الصعبة اللي مرينا فيها. صحيح. بالنسبة لنا هو المكان اللي نلتقي فيه قرائنا لنعرفهم على إصداراتنا الجديدة، لنلتقي بزملائنا الناشرين العرب من باقي الدول العربية، بالإضافة للبرامج الغنية الموجودة بالمعرض هي تسمح لنا ننتقي بناشرين أجانب من حول العالم. صحيح. فهو هيك تظاهرة ثقافية من كل النواحي، مع الناشرين، مع المكتبات، مع القراء. بالفعل، يعني نقطة جدا جميلة ذكرتها أستاذ ممدوح، أن اليوم يعني أستاذ مروان مع وجود اليوم دور النشر وتنوع كبير في دور النشر المشاركة، اليوم أهمية هذا التنوع اللي نراه في دور النشر؟ ضرورة جدا، يعني نحن بالنسبة لنا بالدار رسالتنا أنه من يقرأ يعيش ألف حياة، هذا اللوغو اللي نحن نستخدمه بالدار. نعم. القراءة تسمحنا نعيش حيوات جديدة، نتعرف على أشياء أمور جديدة، وهذا الشيء بده تنوع ما بتقدر تعمله دار واحدة، فلازم يكون في تنوع بدور النشر، وكل دار متنوعة أو متخصصة بمجال معين ومن تخصصة بهذا المجال كمان يكون عم تقدر تغني القارئ فيه. نعم، يعني ما شاء الله تنوعت الكتب والإصدارات المشاركة معاكم هذا العام في دار طبعا ممدوح للنشر والتوزيع، فاليوم نرى هذا التنوع ونرى هذا الإبداع، فما الإصدارات اللي دائما تهتمون بنشرها في الدار؟ جزء من عملنا نحن مختصين بالروايات بشكل أساسي، وعندنا خط أدبي وخط فلسفي صغير بالدار عم نعمل على توسعته. بالرواية مندور على تنوع من حول العالم، بمعنى تنوع بالمواضيع، تنوع بالكتاب اللي بننشر لهم، تنوع بالفترات الزمنية اللي عم ننشر عنها. بنحسنا لازم نقدم القارئ الكاتب اللي بيعجبنا واللي بيحكي عن موضوع بيعجبنا أو شيء ما بنعرف عنه، يعني طريقة لنحن نتعلم عن ثقافات تانية، نتعلم عن حضارات تانية، هو نقرأ شو أنتجوا من أدب. جزء من عملنا مثلا في رواية فرنسي جان كريستوف روفان، هو من أهم الروائيين الفرنسيين المعاصرين،
روائي ومؤرخ، بيكتب عن فترات تاريخية متنوعة، يعني كتب عن الغزو الفرنسي للبرازيل، كتب عن مرحلة عن رحلة لطبيب بين الحبشة وفرنسا والقاهرة، كتب عن صراع في أوروبا، مواضيع متنوعة كثير، فجزء منها نحن بنقدمها للقارئ العربي. نعم. طيب أستاذ مروان، اليوم هذه المشاركات وهذا طبعا التنوع في معرض الشريق الدولي للكتاب، مثل ما ذكرنا احنا حاليا في دورة الأربعين، وأنتم ما شاء الله يعني مشاركين دائمين في معرض الشريق الدولي للكتاب، ما الجديد دائما الذي تخرجون منه من معرض الشريق الدولي للكتاب؟ ما سمعت عفوا، ما الجديد اللي دائما اليوم ترونه في معرض الشريق الدولي للكتاب؟ يعني هو تظاهرة كبيرة المعرض، فنحن كمان لازم نكون جزء من هاي التظاهرة من ناحية تنويع إصداراتنا، إصداراتنا جديدة تكون موجودة. المعرض دائما في أفكار جديدة عم تكون، تسويق للكتاب بهذا المعرض في شيء كتير مميز اللي هو هنا لك كتاب، كانت حملة حلوة إنه تنوع أي شيء بدك تقرأ، أي موضوع أنت مهتم فيه، أي مجال مهتم فيه، ففي كتاب تقدر تلاقيه فيه. نعم. نحن جزء مثلاً بالدور الأدبي في دور نشر زميلة بمواضيع معينة ومتنوعة، وهذا الشيء اللي عم يصير بهذا المعرض كان أكثر من السنوات السابقة. صحيح. أي موضوع بدك إياه حتلاقي شيء تقرأ عنه بالمعرض. بالفعل، واليوم أيضا يعني أصبحت هناك تكنولوجيا متطورة في معرض الشريق الدولي للكتاب، ودائما كل ما هو جديد نراه في معرض الشريق الدولي للكتاب، يعني وجود كذلك أصحاب الاختصاص وأيضا الإخوان القائمين على طبعا نشر هذه الكتب وتوزيع الكتب وأيضا دليل إلى الكتب الموجودة في معرض الشريق الدولي للكتاب، فما شاء الله سهولة في الحصول على دور النشر وسهولة كذلك في الحصول على الكتب المطلوبة على الرغم من ما شاء الله عددها الكبير في معرض الشريق الدولي للكتاب. اليوم يعني ما شاء الله أنتم في عام 2016 توجتوا كأفضل دار نشر، حدثنا عن سبب استحقاقكم إلى هذا التتويج. مثل ما خبرتك نحن هدفنا بالدار أن نكون عم نقدم حياة جديدة لكل قارئ. صحيح. بال2016 كانت من أكثر سنوات غزارة بالإنتاج وتنوع بالإنتاج عنا، أصدرنا حوالي 40 عنوان مجملها بالرواية بس مختلفة من مختلف دول العالم. كان منها الحائز على جائزة نوبل الآداب 2015 سفيتلانا إليزافيتش. نوعنا من فعلا من مختلف انحاء العالم ومختلف القارات ومختلف اللغات. نعم. جزء من رسالتنا نقول لقرائنا انه فينا نتعلم كثير نحن قاعدين بالبيت وعم نقرا كتاب. وعم حافظنا هذا التنوع عام بعد عام. نعم. بالفعل اليوم يعني الدار في هذه الدار تعتبر اليوم هذه المشاركة هي بالتأكيد مشاركة فاعلة ومشاركة متميزة في معرض الشريقة الدولي للكتاب، نرى اليوم العدد ما شاء الله أو الكم الكبير من الزخم الثقافي المتواجد في أروقة معرض الشريقة الدولي للكتاب، ذكرت لي قبل قليل أن هناك تحضيرات تسبق المشاركة، نتحدث عن هذه التحضيرات. على بمعرض الشارقة التحضيرات تأخذ أسابيع أو أشهر قبل المعرض، لأنه مثل ما خبرتك هو المكان اللي حنلتقى فيه بكل الناشرين، حنلتقى فيه بعدد هائل من القراء ومن المكتبات، فنكون مجهزين إصداراتنا، نسوق لإصداراتنا بطريقة جديدة ومميزة ضمن التنوع الكبير. نحن عم نحكي عن معرض فيه مئات أو 1500 ناشر يمكن، فلنوصل كتابنا للقراء هي معنا مهمة سهلة. نفس الوقت في كتير أمور جديدة عم تصير بالنشر بنكون مواكبين إلى، يعني نحن بننشر كتاب ورقي بس هلا عم ينتشر الكتاب الإلكتروني، عم ينتشر الكتاب الصوتي، ومعرض الشارقة هو مكان لنقدر نلتقي بصانعي المحتوى الجديد، نعرف كيف نقدر نتعاون معهم. بالأخير نحن كلنا هدفنا نوصل للقارئ. صحيح. تنوع المنتج وتنوع الطريقة نوصل للقارئ فيها. القارئ بيحب يقرأ كتاب، في ناس تحب تقرأ كتاب إلكتروني، هلأ الناس تحب تسمع كتاب، هي كلها فرص نقدر نشوفها بهذا المعرض، لأنه هو معرض عم يجمع كل الناشرين. نعم. فجزء منا في تحضيرات كبيرة لأنه حنلتقي بهدول الناس، فنكون متحضرين لشو بدنا نشتغل مشاريع سوا لقدام. نعم بالفعل. طيب أستاذ مروان، اليوم على ما شاء الله على الرغم من وجود دور النشر ويعني عدد دور النشر متواجدة في معرض الشرق الدولي للكتاب، إلى أي مدى ضروري وأهمية وجود دور النشر كونها دار تثقيفية وناشرة للوعي بعيدا عن المادة؟ هلا اغلب دور النشر هي بالاخير هدفها اكيد في هدف ربحي. بالفعل. صحيح صحيح. بس جزء منا وبالنسبه لنا انه احنا ننشر ما نحب، يعني ننشر الكتاب اللي بنحبه، مثل لما زميلك بيقول لك قريت كتاب حلو بيقول لك شوفه، او شفت فيلم حلو بيقول لك شوف هذا الفيلم. بنحزن نحاول نعمل يكون عندنا دور تثقيفي انه في كاتب حبيناه، في كتاب حبيناه، بس بدل ما نشاركه مع صديق او صديقين نقدر نشاركه مع مئات او الاف القراء. ممكن في فتره زمنيه ما بنعرف عنه شيء، في حضاره ما بنعرف عنه شيء، ففي كتاب بيقدر يعرفنا عنه. هذا
الشيء اللي هو دورنا كدار، انه احنا عم ننشر معرفه، عم نحاول ننشر وعي، عم نكون متنوعين بهذا الشيء، ونضل بالرساله الاساسيه تبعنا انه ما نحب عم نحب نشاركه مع الناس. بالفعل اليوم كذلك يعني ما شاء الله استاذ مروان هناك اقبال كبير يشهده معرض الشرقه الدولي للكتاب. هذا الاقبال اليوم ما شاء الله نراه ونلتمس وجود القراء ووجود المثقفين، فهي مسؤوليه كبيره على دور النشر المشاركه في اختيار الكتب ووجود الكتب ووجود ما يحبه الجمهور على يعني ما شاء الله مختلف أذواقهم مثل ما نسميه. فما هي اليوم المسؤولية على دور النشر؟ أكيد هذا أهم سؤال. نحن يعني ثقة القارئ بدار النشر هو أهم شيء تطمح له الدار. نحن عم نشارك بمعرض كبير، فنحن ما عم نحكي بس مع قراء من الإمارات، يعني بيجوا قراء من الدول المجاورة كمان، فعندنا تحدي كتير كبير نضل محافظين على علاقتنا الجيدة مع القراء، أساساً نقدم لهم كتاب جيد. ممكن كتاب يعجب قارئ، كتاب يعجب قارئ ثاني، يكون في اختلاف على مدى الإعجاب، بس نحن بالأخير مهمتنا نعمل لهم كتاب جيد، مخرج بطريقة جيدة، منتج بطريقة جيدة، يمسكوا القارئ يقول إنه أنا قدرت أوصل لكاتب معين عن طريق هي دار النشر، تعرفت على شيء جديد فيها بطريقة جيدة. نعم. وهي معنا مهمة سهلة، لأنه نحن مثل ما عم نقول في عندك مئات القراء عم يجوا وعم يشوفوا آلاف دور النشر، فهي مهمة دائما تبني ثقة معهم فيها. نعم. برجع بقول لك أساسا ينقدم كتاب جيد. نعم. يعطيكم العافية أستاذ مروان عدوان على تواجدكم معنا اليوم في هذا البرنامج وعلى وجودكم الدائم في معرض الشرقة الدولي للكتاب. شكرا لكم، موفقين. شكرا كثير لكم، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. شكرا. أهلا وسهلا.